احتقرنا بزاف، عيرنا، اعتبرنا ماشي بشر، استفخ على شي دور. وانا كنقول لي اسمح لي من هنايا، انا راه ما درتش بالاعني، لو راه مش غادي تاديها راه غادي تدافع على راسها. ها؟ علاش كان سبب الخلاف؟ سبب الخلاف معاه احتقرنا. احتقرنا وتفل علينا، عيرنا، اعتبرنا ماشي بشر. علاش؟ واش هو خدام في السلطة كيسحب راسو شي حاجة؟ راه تا هو بشر. المجتمع كيبقى احتقرنا، كيبقى عايرنا، كيبقاو يظلمونا، كيبقاو يضربونا، كيبقاو شحال من حاجة. إلا ما كنتيش تدافع على راسك راه كتسمى أنت خايف. نعم، لا من صغري، من الصغر ديالي وأنا مثلي. كيفاش تعرفت راسي مثلي؟ من الصغر ديالي وانا عزيز عليا اللبس ديال الدريات، عزيز عليا الضحك ديال الدريات، عزيز عليا نمشي مع الدريات، نجمع مع الدريات. ما كنحسش براسي انا من الداخل راجل، كنحس براسي انثى من الداخل، ولكن من برا راجل نقدر ندافع على راسي. لا ذكري، عندي جهاز ذكري. علاش؟ جهاز ذكري، ولكن الشهوه ديال الجهاز الذكري انثوي. لا عمرني لا مع الرجال، ما عنديش مع النساء، انا ما عنديش مع العيالات، انا راه بحال اختي، بحال امي، بحال فهمتي شحال من حاجه. اكتشفت هذه كانت عندي 9 سنين، اكتشفت هذا الامر هذا باش عرفت راسي انا خنثى، ماشي عبره جنسيه، خنثى، انا خنثى، انا تخلقيت خنثى. المجتمع كيبقى يحتقر، كيبقى يحتقرنا المجتمع. الله يهديهم، اللي ما صب اليوم يصب غدا، اللي بقى يتعجب كيتبلى، واحد بقى كيتعجب فيا ولد ولا بحالي، ولا شي دار تريتوار بحالي، ولا كيدير شحال من حاجه بحالي. راه كيبقاو يتعجبوا في ولاد الناس، كيجيب لهم الله في ولادهم، اللي ما جاب لهم الله في ولادهم كيجيب لهم الله في صحتهم. واقع الخنثى في المغرب كيتاداو بزاف الخنثات في المغرب، ما عندهمش مستوى، ما كيهزوش بهم، كيطيحوا بينا. الله ياخذ فيهم الحق، كاع اللي سرقه مازال يتحاسب من هنا ليوم القيامه. الله ياخذ فيهم الحق. هذيك السيده هذيك كدير الخير، بغيتو تاديوها حشومه قول لها عطينا، هي تعطيكم، راه بنت الدار الكبيره راه تعطيكم، راه ماشي غادا تقلع عليكم ولا غادا تعطيكم، ولكن باش ديك الطريقه غادي نتسرقوها وهادي لا تحقد. او حشومه، حشومه مثلي ديو لي ديالو حشومه. اه كدافع على المثليين، عزاز على المثليين، حيتاش عاشت شي ظروف، عاشت مأساة، هي ما جاتش وصلات، كيبقى يحتقرنا المجتمع. الله يهديهم، اللي ما صب اليوم يصب غدا، اللي بقى يتعجب كيتبلى، واحد بقى كيتعجب فيا ولد ولا بحالي، ولا شي دار تريتوار بحالي، ولا كيدير شحال من حاجه بحالي. راه كيبقاو يتعجبوا في ولاد الناس، كيجيب لهم الله في ولادهم، اللي ما جاب لهم الله في ولادهم كيجيب لهم الله في صحتهم. كيفاش واقع الخنثى في المغرب؟ واقع الخنثى في المغرب كيتاداو بزاف الخنثات في المغرب، ما عندهمش مستوى، ما كيهزوش بهم، كيطيحوا بينا. الله ياخذ فيهم الحق، كاع اللي سرقه مازال يتحاسب من هنا ليوم القيامه. الله ياخذ فيهم الحق. هذيك السيده هذيك كدير الخير، بغيتو تاديوها حشومه قول لها عطينا، هي تعطيكم، راه بنت الدار الكبيره راه تعطيكم، راه ماشي غادا تقلع عليكم ولا غادا تعطيكم، ولكن باش ديك الطريقه غادي نتسرقوها وهادي لا تحقد. او حشومه، حشومه مثلي ديو لي ديالو حشومه. اه كدافع على المثليين، عزاز على المثليين، حيتاش عاشت شي ظروف، عاشت مأساة، هي ما جاتش وصلات، عاشت مأساة وظروف، وعاشت دق على المجتمع، بقى كيضغط عليها بزاف، سافرات من هاد البلاد، هاد البلاد اصلا ما تعطاش المثليين، سافرات من هاد البلاد هادي وعطاتها بلاد اخرى، حيتاش كيعترفوا بالمثليين. راضي على الوضع ديالي؟ اه راضي على الوضع ديالي، انا راضي على الوضع ديالي، وراضي راضي راضي نكون هكا. بالنسبه للجمعيات، كاين جمعيات تعاون معاك؟ اه كاين جمعيات،
جمعيات كيتعاونوا معانا كيفيدونا في واحد الحاجه واحد الحاجه كيفيدونا بها، ولكن الله يسمح لهم منا كيزيدوا يعيدونا كيعطيونا عزل طبي كيقولوا لنا ديروا هادي هادي شربوا الفانيك، هما خاصهم ينصحونا هما كيزيدوا يعيدونا يعيدونا على الفحيشه يعيدونا على شحال من حاجه الله يسمح لهم. اصلا الحاجه ملي كدوز من حداهم باينه وكتكون الحاجه مخبيه وحنا غادي نفضحو ضروري ما تعيرك، اللي باين باين خايبه غير اللي مخبي. كنقول لهم بين لا حيتك من ورا بليتك وما تبقاش تعجب في ولاد الناس. علاش تعجب العيالات؟ حنا بيننا وبين العيالات ما كيأديوناش، كيأدونا غير الرجاله. كلمه اخيره كنقول لهم الله يهديهم الله يهديهم الله يرد بهم ولا الله يديهم اللي تعدوا على صفية طالوني الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق. عزيز عليا صفية طالوني خوك في الحرفة كيقولوا عدوك، ولكن لا هي اختي في الحرفة صاحبتي حاجة هذيك السيدة ما فيهاش السم ديالنا حنايا كتدافع علينا الله ياخذ فيهم الحق. اصلا الحاجه ملي كدوز من حداهم باينه وكتكون الحاجه مخبيه وحنا غادي نفضحو ضروري ما تعيرك، اللي باين باين خايبه غير اللي مخبي. كنقول لهم بين لا حيتك من ورا بليتك وما تبقاش تعجب في ولاد الناس. علاش تعجب العيالات؟ حنا بيننا وبين العيالات ما كيأديوناش، كيأدونا غير الرجاله. كلمه اخيره كنقول لهم الله يهديهم الله يهديهم الله يرد بهم ولا الله يديهم اللي تعدوا على صفية طالوني الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق. عزيز عليا صفية طالوني خوك في الحرفة كيقولوا عدوك، ولكن لا هي اختي في الحرفة صاحبتي حاجة هذيك السيدة ما فيهاش السم ديالنا حنايا كتدافع علينا الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق. كلمة أخيرة اللي سرقها ما زال يتحاسب من